فمن أجل المحافظة على الصحة وتجنب العدوى جدد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح دعوته للمواطنين والمقيمين من أجل الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة حتى في الأوقات المصرح فيها بالخروج، وذلك في إطار جهود الدولة للتصدي لفيروس كوفيد-19. إن شاء الله إن شاء الله راح تعدي الأزمة بأقل الأضرار، وأطلب من المواطنين والمقيمين رجائي 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 الالتزام، رجائي رجائي الالتزام، الجلوس في المنازل وعدم الاختلاط وإلا للضرورة. ولما نقول للضرورة نقصد الضرورة القصوى، يعني أحد راح يطلع يشتري مؤونة أكلة أو أكلة عائلته، ما له داعي يطلع مع جميع أفراد الأسرة ويعرضهم، وخصوصا الأطفال الذين لا يستطيعون حماية نفسهم ولا يعرفون آلية يعني تنظيف أيديهم ولا يعني هذه الاشتراطات. فرجاء نكون يعني عند يعني كل مواطن خفير ومسؤول أيضا عن حفظ أسرته ويعني أسرة جيرانه ومن يخالطهم بالتقيد باشتراطات هذه الاشتراطات الصحية. إن شاء الله نأمل من رب العباد يعني ان يخفف علينا ويخفف على يعني عباده هذه الجائحه، وان شاء الله ان شاء الله يطلع لنا دواء او يطلع ان شاء الله تطعيم في القريب العاجل، وان شاء الله يعني تنحل وتزول هذه الغمه.